قافلة مولودية بجاية بكل لاعبها إلى تونس لإقامة تربصها التحضيري للموسم الجديد، وعرفت تشكيلة البجاوية انتظام جميع اللاعبين بما فيهم اللاعبين الجدد، كما ترأس وفد المولودية المدرب عمراني الذي صرح في ميكروفون الهدف تي في قائلا: ظن باللي انا عينا سي فري عينا باسكو ما عيناش في الطريق، ولكن عينا ربما اللي قعدنا تقريبا ساعات في الديوانا في البوست فرونتالي، وكان عندنا مشكله تاع زوج لاعبين اللي هما حمزاوي ورحال، هما لاعبين عندهم اوتوريزاسيون من سيرفيس ناسيونال باسكو فون بارتي ليكيب ناسيونال، مي المشكل هو انهم كان قبل ما يدخلوا الخدمه الوطنيه كان عندهم كيفاش يقولوا بيد ريشيرش اوتوماتيكمون دخلوا الخدمه الوطنيه وما لغاوش هذاك البيد ريشيرش، هذا الشيء ربما ما خلوهمش يدخلوا معنا اليوم، ولكن عاود ولاو العاصمه راح يحلوا المشكل تاعهم غدوا ان شاء الله في الجزائر العاصمه. Thank you.